تعذريني أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم ولبلدكم الصديق لانتخابكم رئيسا للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حكمة واقتدار. كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد جابا كوريشي خلال رئاسته للدورة السابقة، ولا يفوتني أن أثمن عاليا المساعي البناءة والقيادة الحكيمة لمعالي الأمين العام لهذه المنظمة العريقة وجهوده في إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة ومتمسكا بنصوص ميثاقها المتركز على حفظ السلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس، أقف هنا مجددا لمخاطبة المجتمع الدولي عبر إحدى أسمى منصاته، وذلك في ظل ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وتقلبات باتت تهدد عالميا تعدد الأطراف تحت طائلة اختبار حقيقي بين قابلية الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود. فسيل المخاطر والتهديدات المحيطة بعالمنا اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر، فضلاً عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغيير المناخ وتحديات الأمن الغذائي، إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على الأمن السبراني. كل ذلك وأكثر بات يتطلب تعاونا دوليا قائما على الشراكة والمسؤولية. وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية ما ورد في مبادرة الأمين العام التي تحمل عنوان خطتنا المشتركة، والتي شخصت ما يواجه المجتمع الدولي من تحديات تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة مما تملكه منظمتنا من إرث متراكم وتنوع للأدوات وتعدد الآليات. السيد الرئيس، حرصت دولة الكويت ومنذ قرابة العقدين من الزمن إيماناً منها بمبدأ حسن الجوار على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق. إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيقة يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في عام 2012، والتي تم التصديق عليها
وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت، بالإضافة إلى تفاجؤنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلقاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله. لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود. الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات، وهما أمرين رئيسيين لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة. من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الدبلوماسية متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، تؤكد دولة الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به، بما يحفظ علاقات حسن الجوار. كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كل البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833، والذي خططت الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162. وندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعينة بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية. هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقاً للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول. سيد الرئيس، 75 سنة عانى خلالها الأشقاء من الشعب الفلسطيني الحر عن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية. ومن هنا نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي والإسلامي، وفي إطار التنفيذ لقرارات الجمعية العامة تقدمت بلادي بمرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتغرير المصير، مؤكدين على موقفنا الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967. وإن ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مداعاة للقلق البالغ، داعين كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، معربين عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية الأمريكية. وحول الأوضاع في اليمن الشقيق، نجدد دعمنا للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلاتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216 وبما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه. وفيما يخص سوريا، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2254. وعلى الصعيد الإقليمي، وترسيخاً لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على سلامة أمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات. كما تؤكد بلادي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات. كما تؤكد دولة الكويت على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعنية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. سيدي الرئيس، إننا إذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي
المتركز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات، ما زال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين. سيدي الرئيس، قامت دولة الكويت من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار كويت جديدة بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد. وفي ظل ما يشهد عالمنا من تدهور بيئي، قامت بلادي وبشكل طوعي ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الإمكانيات المتاحة، خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة، فضلاً عن تعهدنا للوصول إلى الحياة الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية. إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت وما زالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف لإيمانها بمركزية في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة، ونتطلع لنجاح مؤتمر تغيير المناخ كوب 28 المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عنصر اتفاق باريس. كما ترحب وتثمن بلادي بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعياً لضمان استدامة موارد المياه. كما لا يفوتني أن أنقل ثنائي بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان صحراء خضراء بيئة أفضل، سعياً لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية. وفي الختام، انطلاقاً من إيمان دولة الكويت الراسخ بالمواساة والعدالة وحقوق الإنسان، فإننا نتطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 إلى 2026 في الانتخابات التي ستجري في شهر أكتوبر المقبل، وسنسعى من خلال عضويتنا تلبية تطلعات العالم النامي بمد جسور التعاون والعمل بما يسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وذلك بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع.
ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.